نبدا. اول حاجه لو انا عندي فايل تمبلت وعايز يتحول لبروجكت عشان اكمل عليه، نقفل الريفت ونفكر هو اصلا انت لو عايز تديفاين نيو تمبلت بتعمل لها ديفاين ازاي؟ بتيجي هنا فايل وتقول له عايز ادوس اوبشنز وتحدد حاجه اسمها ايه؟ فايل لوكيشن، وتضيف التمبلت بتاعتك. بمنتهى البساطه هضيف تمبلت، بس التمبلت دي هتبقى الفايل بتاعي، يعني التمبلت دي هتبقى الفايل ده. كده الفايل ده هتلاقوا بقيه الفايلز مش باينه رغم ان كان كل الفولدرز متسلمه، لان كل الفايلز بروجكت، ده الوحيد هو اللي تمبلت. اول ما افتحه في الحاله دي بقى عندي تمبلت جديده اسمها جروب 10. مجرد ما افتحها في الحاله دي هو عمل من التمبلت نيو بروجكت، فهتلاقي بقى موجود عندي ما بقاش اسمه جروب 10، بقى اسمه ايه؟ بروجكت 1. اول ما اعمله سيف هسميه مثلا دوت اول ما اعمله سيف الفايل دوت عمله سيف. لو بصيت هنا هتلاقي سيف دوت بقى جروب 10 دوت عارف دي. الكلام ده مهم، مهم جدا قدام، لان التمبلت ما بتتعاملش مع بعض الفاميليز ويبقى في مشكله فيها لما تشتغل ادفانس شويه جوه الموديل. اوكي سامعك.